لما نيجي نبص كده في العهد القديم في أناشيد سليمان في الإصحاح الخامس العدد رقم 16 مكتوب حرفيا في بالإنجليش كالتالي: His mouth is so sweetness itself. This is altogether lovely. This is my lover. This is my friend. اللي هي موجودة بالحرف تقريبا في العربي تقريبا بالضبط كده، هو كلامه أحلى الكلام، حلقه كله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي. ولكن لما نيجي نبص كده على الكلام دوت موجود كان في العبري مكتوب كده، هل هو مكتوب في العبري كده؟ هو الحقيقة مش مكتوب في العبري كده نهائي. الحقيقة ان هو مكتوب طبقا لما هو موجود فعلا في العبري: حكورو متكيم مخلو محمد إيم زادو دي فزارعي بالنوكيور شرام. تاني: حكورو متكيم مخلو محمد إيم زادو دي فزارعي بالنوكيور شرام محمد إيم. وهي محمد إيم الكلمة عندنا هي أربع حروف، وإيم هي أداة تعظيم في اللغة العبرية، يعني كأنها موجودة عندكم مم حت ميم دالت. محمد إيم أداة تعظيم، يعني هي موجودة في النص عبريا. كلامه أحلى الكلام، إنه محمد العظيم. حكو من تكيم وخلو محمد إيم زادو دي وزارعي بنوك يروشلايم. حولوها إلى كلامه أحلى الكلام وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي. ودي عادة اليهود بالظبط. لما نيجي نرجع بالسنين ورا قوي 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 كمان، هنلاقي طبقا لكتابات الدكتور أسامة السعدوي وهو بيتكلم على اسم إيجبت اللي موجود. اسم إيجبت الحقيقة هو اسم موجود من قديم قديم الأزل، من قبل كمان مينا ومن قبل ومن قبل. هي كانت اسم أرض واللي كانوا بيتداولوها واللي موجودة على النقوش القديمة والصحيقة جدا في الحضارة المصرية القديمة. واسم إيجبت دوت هو أصلا إيجبت معناها الماء اللي عليها عرش الرحمن وعرش الله. المية دي اسمها ايجبت، ومصر اتسمت عندنا باسمين اتنين، ايجبت وكيمت. وكيمت يعني الارض ذات التربة الطينية السوداء او الارض السوداء، ومصر ما كانش موجود ليها في التاريخ غير الاسمين دول. ولما الحقيقة نيجي نبص على اسم مصر مش هنلاقي ان في اي منقوش خالص موجود بيتكلم عن اسمه مصر موجود على النقوش خالص. وتمر السنين ومفيش اي حاجة عن مصر تماما او اسم مصر. يعني لما نيجي نبص كده هوت على سبيل المثال، ليبيا هنلاقيها عربي وانجليش ليبيا، سودان سودان، المملكة العربية السعودية سعودي أريبيا، كويت كويت. اذا كل الحاجات ديت اشمعنا مصر ان هو اللي جاية وهي اصلا اسمها كيمت او اسمها ايجب؟ لما نيجي نبص كده هوت ايام عصر البطالمة اليهود ارادوا ان هم يترجموا التوراة بتاعتهم الى اللغة اليونانية، ولما جم يترجموا للغة اليونانية جابوا 70 حاخام وابتدوا يترجموا اللغة دي. بس النقطة ان هم عملوا حاجة زي مثلا محمد إيم كده هوت ممرت من تحت ايديهم، شالوا مصر وحطوا ايجبت في التوراة. يعني شالوا مصر وحطوا ايجبت. طب وهل مصر هي ايجبت؟ اذا كانت مصر اساسا ما كانتش اسم الدولة الكبرى لمصر الحالية، اذا كانت مصر كلها كان اسمها كيمت او كان اسمها ايجبت، ولكن مصر ما كانتش مصر. مصر عبارة عن جزء متطرف كان موجود عند الصحراء مقرب سينا اللي كان فيها الهكسوس اللي ربنا ذكرها في القرآن مصر، وهي دي اللي خلت الناس باعتقادها الغالط تعتقد ان فرعون موسى كان اساسه من مصر او بيسموا الحضارة الفرعونية. ما فيش حاجة اسمها الحضارة الفرعونية اساسا، لان فرعون هو عبارة عن اسم مش لقب، وده اللي ذكرته في الفيديو اللي فات. السلام عليكم، معاكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بيكم ومنورين القناة. سبق قبل كده واتكلمت في فيديو كامل عن حقيقة فرعون كان اسم مش صفة، وان فرعون موسى لم يكن مصريا تماما، وعرضت في الفيديو دوت مجموعة كتيرة من الادلة في الفيديو. وانصحك انك انت يا ريت لو سمحت، مشرفني اول مرة تشوف الفيديو دوت وما شفتش الفيديو اللي فات، فلو سمحت تتفضل تشوف الفيديو اللي فات اولا عشان تقدر ان انا بكمل بناء انا عليه، ما ببتديش من جديد في
الفيديو دوت. والنهاردة بكمل في الفيديو دوت الإثباتات والبراهين. والحقيقة إن ناس كتيرة بتعليقاتكم اللي احترمتها بصراحة سواء كانت صح أو سواء كانت غلط، إلا إني بحترم كل الآراء، لكن بصراحة شديدة جدا ما بحترمش الإصرار على الغلط والتعنت الأعمى. بمعنى إن أنا شفت ناس أحييها جدا جدا كانت متابعة الكلام وبتشوف الكلام وكانت معجبة ومتفقة معايا، وبحيي ناس كتيرة وابتدت أو حتى اتكلمت معايا ببعض الأدلة اللي كان فيها نوع من الأخطاء، إلا إني اتكلمت معاهم برضو بالمجادلة. لكن بصراحة إن في ناس نوعين لجهتهم غريبة جدا جدا. النوع الأولاني الناس اللي مصرة على الموروثات والمفاهيم القديمة بأي شكل من الأشكال، يا جماعة بشكل غريب قوي قوي. والنوع التاني ده عايز يثبت ان مصر دي كانت ارض فعلا فيها توحيد، لا، وشايل حقد وشايل غل من جواه باي شكل من الاشكال. ايه ده، بالراحه على نفسكم شويه، اصل احنا الحضاره واحنا التاريخ واحنا عبق التاريخ، سواء انت وافقت سواء ما وافقتش العالم كله ثابت بكده. احنا بنتكلم بس في نقطه وبنثبت ببراهين، واذا كان انا ما عنديش براهين تاريخيه تثبت، زي ما ناس بتلومني يطلع لي في القناه يقول لي ايه انت ازاي اتكلم في الدين، انت بتتكلم ليه في الدين، اتكلم معانا بالعلم، اتكلم معانا. يا عم طب بالراحه على نفسك، اتكلم فينين؟ مفيش اصلا اي علم ولا اي تاريخ بيقول ان في فرعون موسى، ده الكلام ده مش موجود في العلم ولا في التاريخ، احنا ما عندناش ادله منه غير في الدين وبس. فانا ما ينفعش اتكلم معاك غير من المنهج دوت. والحقيقه من ضمن الحاجات ان انا لقيت بعض التعليقات اللي ناس كانت بتواجهني بيها ان هي حجج ضدي في الكلام بتاعي، الا ان الحقيقه ان هم مش مدركين ان الكلام اللي هم بعتوه لي هي عباره عن حجج بتدينهم وبتؤكد كلامي ان فرعون موسى لم يكن مصريا تماما. وهنبتدي مع بعض في بعض الادله الجديده اللي بتثبت في الفيديو دوت ان فرعون موسى لم يكن مصريا نهائي. اول حاجة عندنا ربنا عز وجل بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. صدق الله العظيم. اول شيء من المعلوم ان نسل سيدنا موسى هو من بنو اسرائيل، وان كان سيدنا يوسف عليه السلام كان قبل سيدنا موسى. ومن المعلوم ان سيدنا يوسف اتى في وقت وجود الهكسوس. ولما نيجي نبص على بعض الاضمحلال والاسرة الخمستاشر والستاشر اللي هي وقت الهكسوس، ونقارنها بعصر بنات الاهرام اللي معروف ان هما تاريخيا ما الفرق ما بينهم الف سنة. فرق يا جماعة الف سنة، انتوا ليه لاس تخلط ما بين الأزمنة؟ انت ليه متصور ان الحضارة المصرية القديمة هي عبارة عن 100 ولا 200 سنة على بعض؟ انت بتتكلم في حضارة لوحدها 3200 سنة. الحضارة دي لوحدها 3200 سنة. انا عايز اقول لحضراتكم ان في عمر اسرات، اسرة كاملة عمرها اكبر من عمر دول موجودة حاليا. فلما تتكلموا اعرفوا ايه قيمة الحضارة المصرية القديمة. انا مش معظمها زيادة عن اللازم، لكن لكل مقام مقال. ولما نيجي نتكلم على حضارة نتكلم عليها ونعرف حقها كويس. يعني لما اجي اتكلم مثلا عن الفينيقيين، اتكلم عن بابل، اتكلم عن اشور، لازم اتكلم وانا رافع القبعه. ويجي واحد بعد كده يقول لك ايه، على فكره ده هم بيقولوا، انا سمعت اقاويل ان هم جابوا الطين والتبن وعملوا بيها صبه، هي صبه اسمنت، هي صخور الجرانيت يا جماعه صبه اسمنت. الجرانيت دي ترسبات من ملايين السنين، وانواع الصخور دي من ملايين السنين. فصرحا من الطين، اول حاجه كل الصروح اللي موجوده في الحضاره المصريه القديمه كلها معمولة سواء معابد او اهرامات او مسلات، مفيش حاجة منها خالص اتعملت من الطين، كلها من الجرانيت. ده يمكن ربنا عز وجل حط البراءة بتاعة المصريين القدماء لما قال صرحا من الطين، لان ما كانتش ثقافة المصريين على كل العصور في الحضارة كلها في كل الفترات ان هم يعملوا الصروح بتاعتهم من الطين. دي كانت ثقافة مين؟ الكنعانيون والاعراب اللي هو الهكسوس، اللي جايين عبارة عن تحالف ما بين الكنعانيون والاعراب
العرب وبني إسرائيل. وكمان لو كان فرعون دوت موجود في مصر كان بدل ما يقوله إن أنا هعمل صرح وكده كان ياخد بعضه ويطلع على الهرم ويتصلى، لأن أكبر صرح بالنسبة له أنت عندك الهرم فوق 150 متر أو 150 متر تقريبا، فإيه اللي هيخليه يعمل لسه صرح من الطين وهو عنده الأهرامات اللي معمولة من الجرانيت وجاهزة على طول؟ فأي حد لما يجي يتكلم معاك ويقول لك حاجة زي كده، أول حاجة الفرق الزمني ما بين عصر بناة الأهرامات وما بين نبي الله موسى وفرعون ما يزيد عن 1000 سنة. الحاجة التانية، كل الصروح اللي معمولة في الحضارة المصرية القديمة ما كانتش من الطين، كانت معمولة من الجرانيت. الحاجة التالتة، ان الثقافة بتاعت بناء الطين للمعابد والصروح العظيمة ما كانتش موجودة في الحضارة المصرية كلها، وده اول اثبات انه بيثبت تماما ان فرعون دوت ما كانش منهم. وكمان ان هو ده بيقول يا هامان، اشمعنى انتوا خدتوا هن هوت يا هامان عبارة عن اسم وما خدتش ان هو صفة وزير؟ يعني ليه ما اعتبرتش ان هامان دوت ما كانش رمز رئيس الوزراء؟ عشان انت عارف ان هو اسم، زي يا فرعون ان هو اسم، زي ما هو يا موسى يا قارون يا هامان يا قارون يا هارون يا فرعون، فرعون هارون قارون، التلاتة وهم التحالف الهكسوس اللي ما بينهم وما بين بعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ صدق الله العظيم. أول حاجة قال يا قوم، يا قوم يا قوم، الجملة دي أساساً جملة بدوية مش موجودة أساساً لا في أي نقش ولا في أي نحت ولا في أي رسالة إن كان ملك من ملوك مصر نادى قومه كده وتقولهم يا قوم بالشكل دوت خالص في الحضارة المصرية القديمة. ودي من الدلالات اللي هي بتؤكد إن هو ما كانش لا من جنسنا ولا كان يمت بالحضارة المصرية القديمة، ولكن لإن هو راجع للتحالف اللي هو ما بين الكنعانيين والبدو وبنو إسرائيل، هي دي الثقافة بتاعتهم. ولما بيقول أنهار تجري من تحتي بالظبط كأنه واحد محدث نعمة، واحد مش متعود أساسا على الأنهار ولا متعود على الجنات والعيون اللي ربنا ذكرها لهم ولقى نفسه إن هو موجود فيها. لأن مصر أساسا إحنا عندنا الجزء اللي موجود دوت، وكانت عندنا قناة سيز وستريس وعندنا الأنهار الترع اللي موجودة، فكانت دي بالنسبة له مع الخضار. لأن الأعراب والهكسوس لما عملوا هي المدينة اللي ربنا قال عليها، عندنا كلمة المدينة دي اللي هي موجودة اللي هم لما عملوا هوارة وهم سموها هوارة الهكسوس نسبة في المكان المطرف دوت، وهم كانوا موجودين في المكان ده، فده كان واحد أساسا محدث نعمة مش مصدق، عامل زي ما يكون واحد كده هو جاي كل شوية في كل حتة قاعدة يقولك ايه، أنا قاعد في فيلتي، أنا قاعد في فيلتي، أنا قاعد في الفيلا بتاعتي. لكن لو واحد أساسا ابن ناس عمره ما هيكرر ولا هيقولك أصلا أنا قاعد في فيلا. هو ده الفرق بالظبط اللي موجود ما بين فرعون، لأنه واحد أساسا جاي من رعاع ومن حتة أساسا ما يطولهاش، ملاش علاقة خالص بالثقافة ولا بالحضارة المصرية القديمة. لما نيجي بقى نتكلم هنا عن السيدة ماريا القبطية والسيدة هاجر وزليخة وأسيا، هنلاقي إن ماريا القبطية، ماريا شوف اسمها حتى مختلف، ولكن لما تيجي تبص على هاجر وزليخة وأسيا هتحس ان هما التلاتة متشابهين. لان هاجر لما سيدنا ابراهيم عليه السلام اخدها وتزوجها كانت من منطقة مصريين ومن ناحية القرية، وكذلك زليخة لان هي نسبة من الهكسوس، وكذلك أسيا اللي هي زوجة فرعون. ولكن بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتحدث، هل لما النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هو لما جه يتكلم على اهل مصر ها اتكلم عليهم قال ايه؟ قال اهل فرعون ولا قال ايه؟ الاقباط. ليه؟ لان الاقباط عبارة عن قومية مش نسب ديني، وهي اصلا جاية من قبطس، وهي كانت في الاصل ايجيبت، ايجيبتوس قبطس، وجت بعدها قبطي. ادي التسلسل في الاسماء بتاعتها. فلما تيجي تبص كده هو، طب النبي عليه الصلاة والسلام لما بعت للمقوقص في مصر، ولما نيجي نشوف المقوقص لما رد على النبي عليه الصلاة والسلام، نشوف كده ببساطة ايه الكلام اللي كان بيدور ما بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله الى المقوقص عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم، واسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، فان توليت فانما عليك اثم القبط.
جميل كده. نشوف بقى المقوقص رد على رسول الله وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له ايه بالظبط. لمحمد ابن عبد الله من المقوقص عظيم القبط: سلام عليك، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، ولقد علمت أن نبيا قد بقى، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم. لما نيجي نبص كده كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الرسالة وقال عظيم القبط وما ملك القبط، كان اولى ان هو لو كان عارف ان دي كلها على بعض مصر كان قال بملك مصر او بعظيمة مصر. ولو كان ملك مصر اللي هو ملك القبط المقوقص عارف ان مصر دي اساسا هي مصر، ما بقولش هي مصر دي عبارة عن مكان قرية عشان محدش تاني يقولي امال ايه مصر دي فين؟ لا، عشان بس ايه نهدى، مصر دي عبارة عن قرية وهي اللي كان عليها الدايرة كلها، ولكن كل حضارة وادي النيل اللي موجودة وعندنا الجزء ده كله كده هو هي دي اللي كان فيها الحضارة المصرية القديمة. فلما نرجع تاني للموضوع هنلاقي ان كان المقوقص ان هو بينادي بيقول القبط، ما قالش مصر خالص. ولو النبي عليه الصلاة والسلام، طب لما يجي، طب حديث تاني على النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيتكلم على مصر قال فيها ايه وعلمها بايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث صحيح موجود في صحيح مسلم: انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحمه. وده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. كان اولى مثلا النبي عليه الصلاه والسلام كان اولى ان يقول انكم ستفتحون ارضا زارها موسى او زارها يوسف او زارها ابراهيم، كان يقول انكم ستفتحون ارض فرعون. ولكن هنا هو الارض الوحيده اللي هو كان بيقصد بيها، وهي كان المقصود بها هي ارض مصر اللي هي مصر الحاليه، لكن كان مقصود بيها في الوقت ده القبطيه او بلاد القبط او ايجبت او كمت، عشان ما حدش يقول لي كلمه قبطي هي عباره عن قوميه وليست دين في الاصل. فلما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بكل الأحاديث دي فهو بيعني وعارف إن أرض مصر كلها أو أرض كيمت أو أرض الأقباط هي دي اسمها بلاد القبط أو بلاد إيجبت أو بلاد كيمت، لكن عارف كويس قوي الفرق ما بين مصر وما بين إيجبت. شكلك كده بقى لسه في البعض ما اقتنعش، فخلينا نخش في التقايل. عندنا سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا عز وجل قال: فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، صدق الله العظيم. وهنا كلمة اليم اختلف عليها بعض المفسرين وبعض الأقاويل. بعض الناس قالوا ان هو مقصود به نهر النيل، والبعض الآخر المقصود به البحر. والحقيقة لما نيجي نبص كده في القرآن هنلاقي ان كلمة اليم ذكرت 8 مرات بس، والثمان مرات اللي ذكر فيها اليم كانت بس مربوطة مع سيدنا موسى وبنو إسرائيل ومع أحداث في بلدة مصر. ربنا عز وجل لما اتكلم عن البحر واتكلم على النهر، ربنا عز وجل اتكلم على الأنهار أو النهر وذكرت كلمة نهر في القرآن 53 مرة، وجنات وأنهار والبحر اتذكر في القرآن 40 مرة. مثلا على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم: كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، صدق الله العظيم. عندنا لما ربنا عز وجل أراد أن يذكر النهر ذكر بالنهر او الانهار، ولما ارادوا انه يذكر البحر الله عز وجل ذكر البحر او البحار وخصصها بعينيها. وهنا الله عز وجل لما قال اليم فالله عز وجل بيقصد اليم. طب ايه هو اليم؟ لما نيجي نبص عندنا في الاسرات الوسطى، عندنا في الاسرة الاثناشر كان في ملك عظيم جدا، كان خامس ملك في عصر الاسرة الاثناشر، اسمه الملك سنوسرت الثالث اللي هو بيسمى عند اليونان سيزوستريس. سنوسرت الثالث عمل اعمال كبيرة وانجازات كبيرة، وطبعا الفترة ديت كانت قبل ما جيء الهكسوس، لان قبل ما جيء الهكسوس كانت عندنا في الاسرة الخمستاشر والستاشر. يعني احنا عندنا الملك سنوسرت في الفترة اللي قبلها كان عصر ازدهار جدا، والملك
الملك سنوسرت الثالث من الملوك العظام جدا في الحضارة المصرية القديمة، عمل قناة بتربط ما بين النيل وما بين البحر الأحمر وسميت بقناة سيزوستريس. ولما بتشوف كده هو عندك في الخريطة الموقع اللي رابط ما بين النهر والبحر في النقطة ديت، دي اسمها بتبقى الخليج اللي هي بيبقى موجودة. طيب لما نيجي نبص على كان اسمها أيام الحضارة المصرية القديمة كان اسمها يم سوف، يعني خليج البوص، لان كانت المنطقة ديت ضحلة وكانت فيها بوص كتير، لكن هي دي المنطقة الوحيدة كلها اللي كانت اصبح فيها خليج في كيمت او في ايجيبت، واللي كانت بتسمى بيم اي الخليج. فلما ربنا عز وجل هنا قال اليم فهو بيقصد بيها هنا هو النقطة دي، وهي النقطة دي اللي وجد عندها سيدنا موسى عليه السلام، وهي عند الاماكان ده بالتحديد اللي كانت بتدور فيه الاحداث. طيب هنا هوت لما امرأة فرعون لقيته، هل امرأة فرعون هنا هوت لما لقيته مش خدته عشان تتبناه؟ من المعروف جدا ان في الحضارة المصرية القديمة لم يسجل تاريخيا او في الحياة الاجتماعية عادة التبني نهائيا خالص، ما كانتش موجودة نهائيا. ولما امرأة فرعون او زوجة فرعون لقته قالت ايه؟ موجود في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. هنا هو قالت إيه زوجة فرعون؟ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هنا عادة التبني اللي ما كانتش موجودة أساسا في الحضارة المصرية القديمة. ولما نيجي نبص هنا هو في سورة يوسف ربنا عز وجل قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفع أو نتخذه ولدا. صدق الله العظيم. برضو هنا عادة التبني، ده مش كده وبس، ده التطابق في الجملتين بالظبط، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فالاتنين هنا هو واخدين ثقافة واحدة، ثقافة الهكسوس اللي هم كانوا التحالف اللي ما بين الأعراب والكنعانيون وبني إسرائيل، نفس الثقافة اللي كانت موجودة متطابقة ما بينهم وبين بعض، اللي بتناقض تماما الحياة الاجتماعية والثقافية في كل الأسرات ما قبل الهكسوس وما بعد الهكسوس في عادة التبني في الحضارة المصرية القديمة. نشوف بقى عندنا وسائل التعذيب اللي كان بيستخدمها الهكسوس واللي كانت متطابقة طبق الأصل مع فرعون. أول حاجة عندنا من ضمن الحاجات اللي موجودة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفجر: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. صدق الله العظيم. وهي فرعون ذي الأوتاد هي لوحدها الآية. والحقيقة أن بعض المفسرين ذهبوا لحاجات كتيرة جدا، والبعض كمان وصل الموضوع بيهم أن هم شطحوا قوي قوي في الموضوع. بعض منهم قال لك أن الأوتاد ديت هي عبارة عن الأهرامات الحقيقة، لأن هي عبارة عن وتد الخيمة وشكلها شكل الهرم. والتاني جي قال لك لا، الأوتاد ديت هي المسلات اللي أنتوا بتقولوه ده. لا بجد، إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ أول حاجة الأوتاد مربوطة بالخيام، ودي مش موجودة أساسا، مش هقولك في ثقافة الحضارة المصرية القديمة، بل موضوع الخيام دوت مش موجود في أي ثقافة حضارة مبنية على الأنهار. يعني ما تلاقيش لما تيجي تبص في حضارة العراق مثلا بلاد الرافدين، أو هنا هوت في مصر هتلاقي في الحضارات القديمة دي ثقافة الخيام، لأنه هو عندهم الأنهار وفي استقرار فبيبنوا بيوت. أما ثقافة الأوتاد أو ثقافة الخيام اللي بتتربط بالأوتاد فهي مربوطة بالأعراب وبالعروبيون وبالبعض الكنعانيون الرحالة زمان وبعض الأعراب اللي هم بيتنقلوا من مكان لمكان. وأما نيجي كمان أكتر تخصصا في نقطة وفرعون ذي الأوتاد، ففرعون كان معروف إنه هو بيعذب كل الناس بالشكل دوت بالأوتاد، وهي ربط جميع أطرافهم الأربعة في إيديهم وفي رجليهم وسيبانهم كده، وحط أحجار على أجسامهم لحد ما يموتوا. واللي بيأكد كده الحديث الصحيح اللي موجود في اللي صححه وموجود في أبو حجر العسقلاني اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها، فكان إذا
تفرقوا عنها أظلتها الملائكة فقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فكشف لها عن بيتها في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من خير دليل، بمعنى وفرعون ذي الأوتاد. إذن عندنا هنا هوت لما نيجي نبص هنلاقي النقطة دي أول نوع من أنواع العذاب اللي كان بيمارسها فرعون في الوقت دوت. الحاجة التانية لما نيجي نبص في سورة يوسف، ومن المعروف إن وقت مجيء سيدنا يوسف كان في مجيء الهكسوس، وده كل المؤرخين اللي بيجمعوا عليها. لما سيدنا يوسف دخل السجن وقابل الاتنين وبيتكلموا معاه في تفسير الأحلام، وقال لهم في النهاية إيه؟ قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم، يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. صدق الله العظيم. ولما نيجي نبص هنا هوت قال ايه؟ فيصلب فتأكل الطير من رأسي. وهي دي الحقيقة من ضمن العادات اللي كان بيمارسها الهكسوس في الوقت دوت، عادة الصلب. اللي الحقيقة لما نيجي نبص على فرعون اللي البعض بينكر انه هو ما كانش من تبع اساسا القوم بني اسرائيل او قوم الهكسوس اللي كان فيهم تحالف من بني اسرائيل، نشوف فرعون قال ايه في القرآن عن ربنا عز وجل. لأصلبنكم في جذوع النخل. نفس الثقافة ونفس العادة اللي كانت موروثة هنا هو هي نفس وسيلة التعذيب. ولما تيجي بقى تاريخيا وتبص على كل الأسرات والحضارات هتلاقي ان مفيش تماما اي وسيلة تعذيب عرفها القدماء المصريين او ابناء ايجبت او ابناء كيمت فيها وسيلة تعذيب الصلب نهائيا. كل المعروف ان وسائل تعذيب الصلب او القتل فيها كانت الخزوقة. أيوة، كانوا بيقعدوه على الخازوق، ده اللي كان بيستخدم في الحضارة المصرية القديمة. وبعد فترة من الفترات اتغيرت من الخازوقة إلى إن هما كانوا بيحطوا بعض الأعشاب المسممة والمميتة في بق اللي عايزين يقتلوه. أما مثلا الزاني فكان العقوبة بتاعته إن هما بيقطعوا طرف أنفه من هنا هوت عشان يبقى معروف إن ده أو دي زانية. وده مفيش أي عادة، لا منقوشات ولا كتابات ولا جداريات ولا اي حاجة بتثبت ان كان في واحد خالص في 3200 سنة اتصلب او اتصلب في الحضارة المصرية القديمة. الحاجة التالتة اللي موجودة وهي الرجم، عادة الرجم. عادة الرجم ديت ما كانتش برضو مطبقة، لا ثبتت ولا موجودة خالص في الحضارة المصرية القديمة، ولكنها الحقيقة كانت موجودة تماما اللي كان بيمارسها فرعون او كان بيمارسها بنو اسرائيل او الاعراب. واللي بيدل على كده لما سيدنا موسى عليه السلام كان بيقول واني عذت بربي وربكم ان ترجمون. صدق الله العظيم. ودي كلها ادلة قاطعة اللي بتؤكد ان نفس وسائل التعذيب اللي كان بيمارسها فرعون هي اللي كانت موجودة في الهكسوس، لان هم كانوا تحالف واحد واقوام متقاربة العرقيات، وفي ما بينهم تجانس كبير وفي ما بينهم تحالف كبير جدا، بينما العادات والتقاليد ديت كانت غير مطابقة تماما للعصر الأسرات والشعب المصري أو الكيميتي أو في الحضارة المصرية القديمة على الإطلاق. وحتى المدينة لما كانوا بيتكلموا عليها وكان المؤمن اللي بيكتم إيمانه، جميع المفسرين اختلفوا في اسمه، لكن هم اتفقوا في حاجة ان المؤمن اللي بيكتم إيمانه ده يبقى ابن عم فرعون. طب لما اختلفوا في اسمه اختلفوا ما بين اسمين او ثلاثة، زي مثلا اسم حزقيل ابن صبورة، ده اسم، والاسم الثاني جبريل ابن شمعون. طب بالنبي بالذمة حط الاسماء دي جنب اسماء المصريين القدماء، يعني انا راضي بالذمة، هل الاسماء دي تتطابق؟ لو افترضنا ان فرعون ده حاكم مصري من الحضارة المصرية القديمة من ثقافة كيمت وحضارة كيمت، عمركم سمعتوا عن واحد اسمه حزقيل بن صبورة او جبريل بن شمعون؟ شمعون من المصريين القدماء؟
الموضوع ببساطة يا سادة ان تم عمل ممنهج غير طبيعي لتشويه الحضارة المصرية القديمة، وتم تحويل مصر من بلدة الى كيمت كلها او ارض مصر كلها في الفترة الحالية، وتم نسب ان الحضارة المصرية كلها حولوا ده افتروا علينا في اسم مصر من كيمت او من ايجيبت، حولوها لاسم من بلدة لاسم البلد كلها، افتروا على الشعب وخلوه شعب كفرة، افتروا على حضارتنا، افتروا على اثارنا، ولازال في ناس حاقدين كتير. وربنا يحفظ مصر، واتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو مش مشترك في القناة ما تنساش تدوس سبسكرايب او اشتراك في القناة، واشوفكم على خير. سلام عليكم.